بما ان حضرتك اتكلمت عن الصدقات والتصدق فبرضو في سؤال تكرر يخص طريقة التصدق. يعني مثلا ممكن شخص يقول انا ما بحبش، انا بتصدق لكن ما بحبش اتصدق على الناس اللي بشوفهم في الاشارات بيضايقوني بتضايق ما بيعجبنيش السلوك فمش بتصدق عليهم خالص. ده وكأنه سؤالي لان انا احد هذه الشخصيات الحقيقه، ودايما في من هم حوالينا من الاصدقاء حضرتك كده جدا جدا وبقوه يعني، وبالعكس وادعو الى ذلك، فما يخلو من مجلس علم او محاضره او ندوه الا وما كان في تنويه على هذه المساله. لما؟ لاسباب كثيره جدا. بالعكس يعني حتى في بعض المجتمعات العمرانيه الحديثه الان في داخل القاهره، واكيد في حاجات ثانيه انا ما اعرفهاش، بس اللي اعرفه واشهده لما كان في مدينه الشيخ زايد هذه الظاهره المنتشره كانوا حتى ياتون بهم من اماكن ثانيه من قرى ثانيه، وتلاقي ميكروباصات بتنزل الاطفال دول والناس دي اوردرات شغل بينزلوا بعد بيلموا ياخذوا الفلوس بتاعتهم يروحوا بلدهم، والترتيبه يعني واضح ان هي يعني مرتبه جدا. فاظهرت يعني جمعيه او المؤسسه المسؤوله عن اداره هذه المنطقه الجديده لافتات للناس انه نعم نسعى لمجتمع تكافلي، احنا نتكافل لكن بلاش قضيه التسول دي. التسول ده لاسباب كثيره جدا. انا اولا دائما مش بمنع، لكني دائما بقول للناس في البديل. من هو البديل؟ البديل لو رحت تمون عربيتك ولقيت الولد اللي هو قاعد واقف ده تديله. لو كانت صدقة من الصدقات بدل ما تعطيها للثاني. لما؟ لأنه وقف يعمل، جاي ولابس اللبس بتاعه واقف بيشتغل بيلمع عربية بياخد راتب بسيط على قده، ساعده ادعمه. حد تاني بيقدم خدمة في أي مؤسسة من المؤسسات، حد في أي مصلحة من المصالح، في مطعم، في كافيه، في أي حتة، في مطار. الناس اللي بتنظف في الشوارع، الناس اللي بتشتغل، هؤلاء الناس هم الأولى حقيقة بالتصدق أو الأولى بالمساعدة والأولى بالدعم. لأن الصدقات في أيدي هؤلاء هذا فيها نوع من الكفاف. ثم تبحث عن أناس أنا وأنت وهي وهم لا نعرفهم. الله تبارك وتعالى قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. طيب دورك أنك تدور على الناس العفيفة دي اللي مش بيسألوا الناس، لا يسألون الناس إلحافة، مش بيمدوا إيديهم. فدول هم المحتاجين مننا، لا بيروح لجمعية ويقول لهم أنا محتاج، ولا بيوقف على الإشارات وبيطلب. لكن ده اللي ربما يلتفت إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خص هؤلاء الناس بالصدقة وبالدعاء. لما؟ لأنهم فعلا لا يسألون الناس إلحافة. بعض أصحاب سيدنا النبي لما سمعوا أن سيدنا النبي نهى عن السؤال، سؤال الناس، وأن الإنسان الذي يسأل الناس عقوباته كثيرة يوم القيامة والعياذ بالله من ذلك، حتى أن الصحابة كان لما حد يركب على ظهر الفرس ويسقط منه الصوت الذي يحرك به الفرس، فما يقولش الحد لو سمحت هاتهولي، لأن ده يعتبر سؤال، وهو يرى أن السؤال ده في خطورة كبيرة جدا يوم القيامة. فكيف بسؤال الأموال؟ كيف بسؤال أشياء أنت ممكن تكون في غنى عنها؟ الأمر الآخر هو محتاج وبيمسح وبيشاور لك وبيضحك في وشك ويا بيه ويا باشا ويا باش مهندس، تاخد كل الألقاب وكل الشهادات. لو ما اديتوش سينقلب كل هذه الأشياء بالسباب وبالشتام وبتصعير الخد، ويفعل أشياء كثيرة جدا. الدلالة أنه الحقيقة هذا الأمر لا ينبغي. الإنسان الذي هو مؤمن ويعلم أن الصدقات فيها خير كبير جدا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلمة جميلة ذكرت في القرآن الكريم وهي التي يقولها الإنسان بعد وفاته، أول كلمة قال رب ارجعون، لما؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما هو الصالح؟ قالوا الصدقة، أنه روح يتصدق على هؤلاء. طب ومن يخشى أن يكون من بينهم من يعني المحتاج بالفعل؟ المسألة هذه فيها علم لله سبحانه وتعالى، لكن الحقيقة يعني هذه النقطة هي أصولية شوي في أصول الفقه، مش عايز أتكلم بأكاديمية كتير، لكن هذا الحكم وهذا الظن شاذ. وقالوا الشاذ يقاس يحفظ ولا يقاس عليه، يعني لربما يكون، بس الغالب أنه لا. فإذا العموم هو الذي يحكم عليه، لكن هذه الحالات الفردية ممكن يكونوا منهم فقراء. فأنت بس حضرتك مش بس بتقول أنه عادي ما لا يعطي للناس اللي في بالعكس الإشارات. ده الأفضل. أنت كمان بتدعو لذلك طبعا، وده الأفضل. ليه؟ لأن ده فيها جراءة. أنا لما بيجي ببتسم في وشه وتفضل يا حبيبي، حيروح للعربية اللي بعدي وبعدي، وطفل صغير، ومن شب على شيء شاب عليه، هو نشأ على هذا الحال وسيشب يعني على هذا الحال. كيف ينفع مصر هذا في يوم من الأيام، أو كيف ينفع بلد اللي هو موجود فيها في أي بلد من البلدان؟ كيف سيكون لهذا الإنسان نفع؟ ولا يخشى الشخص على نفسه من أنه يكون قاسي القلب؟ لا أبدا، بالعكس هو يتحرى، لأن الله تبارك وتعالى سيدي لما أنزل القرآن الكريم قال وتعيها أذن واعية، الوعي. الله تبارك وتعالى في سورة أخرى قال وأما السائل فلا تنهر. طيب السائل فلا تنهر، والأمر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جاءك على صهوة جوادي سائلا
فأعطيه. طيب كيف أقيس هذه الآية وكيف أقيس هذا الحديث؟ في الحقيقة أنت إنسان واعي وتدرك أن هذه شبكات وتدرك أن هؤلاء أنا أضرهم وأضر المجتمع الذي أنا موجود فيه. والحقيقة أنك إذا أردت أن تعطي تعطي السائل الذي يحتاج حقيقة، مش تجارة، مش خدمة، مش ناس مسرحاهم، مش ناس مشغلاهم بدلالة. أنت جرب واعملها كده مغامرة، افتح الباب وعايز تاخد الواد ده هيطلعوا لك من تحت الصخور والأشجار اللي هم يعني مشغلينه، دلالة على أنه هو موجود في منظومة مش لوحده. بعدين ده باباه فين ومامته فين وتعليمه فين وطلب العلم عنده فين والتربية فين، وأنا جاي بدعمه بجنيه وبخمسة وبعشرة، وحد تاني يقول لي أنا والله أصلا فكة في العربية فديتها مش هتعمل حاجة. القضية مش في الفكة وفي القيمة، أنا لا أسأل عن القيمة، أنا أسأل عن هذا الإنسان. إحنا بنضيعه بعطائنا للإنسان الذي يتسور في الإشارات، إحنا بنضيعه مش بننفعه. طب بيبقى في سيدات أحيانا؟ للأسف سيدي هي مش عارف أتكلم بصراحة حقيقة مطلقة يعني. أنت مش مع ده تماما الخلص. لأنه في ترتيبات أكبر من ذلك. هؤلاء الناس لو تتبعت أو شفت بعض التسريبات منهم، من لما فتشت الحقائق وجدوا معهم أشياء يعني مخدرات وأشياء مسكرات وأشياء كثيرة جدا، وتلاقي أنه بيغيروا الهدوم بيطلعوا بعدين في أماكن تانية. هي ديدن، هذه آفة يعني مرض نفسي، بعضهم يمارسها أنها مرض نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، حقيقة الأمر كله منهي عنه. إذا لا خوف من ذلك.